عاشت الكرة الكويتية يوما رائعا بتحقيق الأزرق فوزا مهما على ضيفه المنتخب النيبالي بسباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الكويت في مستهل التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال العالم وكأس آسيا. ما هي بس نتيجة، كان الأداء مطمن. الشباب ما قصروا كلهم للأمانة، الـ 11 اللي لعبوا والثلاثة اللي دشوا والاحتياطي اللي موجودين واللي فوق المدرج، كلنا على قلب واحد، فريق واحد. من يمثل الـ 11 يمثل المنتخب كامل. أشكر جماهير اللي حضرت أول شيء وساندت المنتخب الكويتي. يمكن الشوط الأول يمكن ما طلعنا المستوى المطلوب، الشوط الثاني الحمد لله قدرنا أن نسجل نهجم، وإحنا ننسى المباراة هذه، نفكر المباراة الجاية إن شاء الله، المباراة الجاية بعد 4 أيام أو 5 أيام. بشكر إخواني اللاعبين، بداية مشوار جيد ولله الحمد. ننسى المباراة اليوم ونركز بالقادم إن شاء الله، والقادم أفضل. نوجه رسالة حق المنتخبات أن المنتخب الكويتي اليوم حاضر، ورانا لعبة صعبة. ما نقيسها ان الفوز 7-0، ان احنا جايين بنخلص على استراليا، راح نبذل جهدنا وراح نسوي اللي علينا، وان شاء الله يا رب الله يرزقنا بفرحه ثانيه ضد استراليا يا رب. كان هذه بدايه بعد ايقاف لمده 4 سنوات، وهذه اول مباراه دوليه نلعبها على ارض الكويت باشراف الاتحاد الدولي، فان شاء الله تكون فاتحه خير، والقادم راح يكون اصعب، ولكن ان شاء الله اخواننا اللاعبين راح يبذلون كل جهدهم والجهاز الإداري والفني. نتمنى أن يكون يعني حصيلة من الأهداف أكثر مع فريق يعني متواضع مثل منتخب نيبال اليوم، وأعتقد أن إن شاء الله أن هذه يعني خطوة أولى إن شاء الله في هذه التصفيات، إن شاء الله المنتخب يقدم في المباريات القادمة يعني المستوى المطلوب. المنتخب اليوم طلع بمستوى كبير ومستوى حلو، وطبعا ودنا نشكر جماهيرنا الوفية اللي كانت متواجدة اليوم بالملعب، وهذا كان دافع كبير. وأيضا اليوم شفنا حضور معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر. هذه أول مباراة دولية بعد 4 سنوات، لله الحمد منتخب الكويت اليوم قدر طلع بصورة طيبة أمام جماهيره وعلى أرضه، ولعب مباراة الصراحة يعني ما شفنا هذا المستوى من زمان، فنتمنى ان يتمون اللاعبين على هذا الروح وهذا الاداء.